يأتي هذا التأسيس استجابة لما تفرضه المرحلة من تحولات استراتيجية على مستوى المنطقة، فكما تعلمون هناك مدينة نموذجية في طور الإنجاز. نحن كمجتمع مدني وكساكنة جنان زناتا نريد أن نساهم في إرساء الدعائم ديال هذه المدينة النموذجية من خلال بطبيعة الحال واحد العدد من الأورش ميدانية تهديف في مجملها إلى الرفع من مستوى الوعي لدى الساكنة للاندماج مع التطور الاستراتيجي الذي ستعرفه منطقتنا. وبهذه المناسبة بغيت نتقدم الشكر الجزيل لكل من السلطة المحلية والشركة ديال التهيئة اللتان ساهمتا بشكل كبير في إنجاح هذه المبادرة، والشكر موصول كذلك للساكنة التي أبدت عن استعدادها للانخراط من أجل إنجاح هذا الورش المجتمعي تحت شعار معا من أجل مدينة نموذجية مستدامة. طبعا هذا الجمع التأسيسي يروم تأسيس اتحاد الذي يعد قناة تواصلية مع السلطات المحلية وأيضا مع شركة تهيئة زناتا من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف، منها أولا الحفاظ والسلامة، الحفاظ على سلامة هذه المباني والمكتسبات التي تم تحقيقها ضمن هذا المشروع، أيضا من ذلك التنسيق مع السلطات المحلية ومع الشركة من أجل تجاوز مجموعة من الإشكالات أو الإشكالات التي قد تحدث مستقبلا. أيضا من الأهداف كذلك هو ترسيخ ثقافة التعاون والتضامن بين ساكنة الحي حتى إن شاء الله يكون هذا الحي بمثابة يعني تجمع سكاني نموذجي ضمن المدينة، مدينة زناتا الجديدة. أيضا من الأهداف كذلك الاعتناء بالأطفال وبالرقي بمستواهم سواء الثقافي أو الرياضي وغيرها من الأهداف المهمة التي سعى الاتحاد في هذا الجمع إلى تحقيقها، ونتطلع إن شاء الله ضمن قادم الأيام إلى أن نرى أن مجموعة من الأنشطة التي سيقوم بها الاتحاد التي ستكون مساهمة في الرقي بهذا الشطر وخاصة في هذه المدينة الجديدة. والنظام الداخلي لاتحاد الملاك، وطبقا للدعوات الموجهه لكافه الملاكين المتضمنه لتاريخ ومكان وتوقيع انعقاد الجمع العام التاسيسي، فضلا عن جدول الاعمال الاتي: تقديم مشروع القانون الاساسي والداخلي ومناقشته والمصادقه عليه، انتخاب الوكيل ونائبه، قراءه المحضر الخاص بالجمع العام وتوقيعه من طرف الحضور. انعقد بتاريخ 11 جانفي 2022 على الساعه 10 صباحا الجمع العام التاسيسي لاتحاد الملاك جنان زناتا الشطر 18 بمدينة زناتا الجديدة وفقا لجدول الأعمال المذكور أعلاه، الحاضرون في الورقة صحبته. حيث تم عرض مشروع القانون الأساسي والداخلي الذي سيرت على إعداده لجنة تقرير مكون من السادة محمد الفنادي، رضوان غزالي، عبد القادر والغيات، وفتح باب النقاش الذي تميز بالنضج والجدية وروح المسؤولية في كل ما يتعلق بالسير شؤون الاتحاد، وفي السبل الكفيلة لضمان شروط السكن هذه داخل الشطر 18، وكذا صيانة والمحافظة على مرافق المشروع وفق مشروع برنامج. وقد صدق على القانون الاساسي والداخلي بعد تعديل من طرف اعضاء اتحاد الملاك الحاضرين، ومن بين ما اقترح الاتحاد من قرارات: المساهمات الشهريه حددت ب 20 درهم بالنسبه للسكن، و 20 درهم بالنسبه للمحلات التجاريه، وتؤدى داخل اجل من 1 الى 10، وتم انتخاب الوكيل ونائبه من طرف اعضاء اتحاد الملاك الشطر 18 مكون من الساده جواد سليم وكيلا للاتحاد، عبد الحق بن مسارب نائبا له، واختتم الجمع في جو سادة وروح المسؤولية. بالنسبة لهذا المحضر راه عطيكم واحد الورقة باش توقعوا عليه. وفي الختام يقرأ علينا الأخ رضوان برقية مرفوعة لصاحب جلال الملك محمد السادس حفظه الله، الذي تنقل مشكورا. تحية ولاء وإخلاص مرفوعة للسيدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. السلام على المقام العالي بالله مولاي صاحب الجلالة. إنه من دواعي الفخر والاعتزاز أن ترفع إلى جنابكم الكريم
هذه البقية من قبل اتحاد ملاك جنان زازا شهر 18 مدينة زنازة الجديدة. باسمه وباسم كل منخرط وكل الحضور الكريم وكل ساكنة منطقة جنان زازا خاطبة بمناسبة الجمع التأسيسي لاتحاد ملاك جنان زازا شهر 18 سيرا على أدبكم وخطاكم من أجل ترسيخ ثقافة التعاون والتضامن والعمل الاجتماعي. مولاي صاحب الجلالة، إن اتحاد ملاك جنان زازا شهر 18 وهي تسلم الستارة عن جمع تأسيسي في مبادرة تحت شعار معا من أجل مدينة نموذجية مستدامة، ليغتنم هذه الفرصة لتقديم ما يليق بمقامكم العالي بالله من فروض الطاعة والولاء مشفوعة بالدعاء لجلالتكم بالسداد والتوفيق في كل ما تقومون به يا مولاي من أجل تحقيق الرخاء وازدهار شعبكم الوفي المتشبث بأهداف العرش الملكي المجيد من أجل أن يظل المغرب شامخا بين الأمم. مولاي صاحب الجلالة، إن الكل في هذا القطر السعيد قيادة عين حمودة بجنزنزة مدينة زنزة الجديدة والمناطق التابعة لها يعرفون لجلالتكم عن صادق الامتنان لاهتمامكم الموصول بالعمل التمعوي التشاركي النبيل الذي جعلتم منه يا مولاي ورشا تنمويا عززتموه بالمبادرة الوطنية للتنمية للنهوض بأوضاع رعاياكم الأوفياء وجاهدهم في صلب اهتمامات السياسات العمومية. مولاي صاحب الجلالة، إن المساهمين في تنظيم ومنح هذه المبادرة بهذه المناسبة في هذه البقعة من مملكتكم يا مولاي ليستحضرون اليوم بكل فخر واعتزاز توجيهاتكم السامية ومبادراتكم السديدة الرابطة المتعلقة بالعمل الجمعوي، جاهلين من هذه التوجيهات والمبادرات نبراسا يهتدون به ومنهجا يقتضون به في عملهم، مؤكدين انخراطهم الدائم خلف جلالتكم سيرا على نهج ابائهم واجدادهم في مسيره التنميه الشامله المستدامه التي تقومونها في كل وجهات مملكتكم السعيده. ابقاكم الله يا مولاي ذكرا وملاذا للبلاد والعباد، وحقق على يديكم الكريمتين الخير واليمنى والبركات، واقر عينكم بجلالتي ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير مولاي حسن، وشد ازركم بشقيقكم الامجد صاحب السمو الملكي الامير مولاي رشيد وسائر افراد اسره الملكه الشريفه، انه سلام مجيد والسلام على المقام العالي بالبال جنزنة مدينه جنزة الجديده بتاريخ 11 جنبير 2022. الله يبارك في عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب